الرابعة بتوقيت بغداد، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي الأكارم، دوركم نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بأبرز العناوين. مشادات كلامية تشوب جلسة مجلس النواب الطارئة، واتهامات متبادلة بين الجمهور وعدد من النواب. مئة وواحد وسبعون نائبا يوقعون على إقالة الرئاسات الثلاث، والجمهور يدعو معصوم لحضور جلسة الغد. مع ترقب انطلاق جولة محادثات جديدة في جنيف، انتخابات مجلس الشعب السوري تبدأ منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم. ومعركة تحرير قرية بشير تتوقف، وداعش الإرهابي يطلق عددا من الصواريخ تستهدف الأحياء السكنية في ناحية تازة بكركوك. في تفصيلات هذه النشرة، أهلا بكم. رفع رئيس مجلس النواب سليم الجمهوري جلسة البرلمان الطارئة إلى حين حضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لبحث تطورات الأوضاع السياسية والتعديل الوزاري. وقال مصدر برلماني إن رئيس البرلمان سليم الجمهوري طلب من معصوم الحضور إلى مبنى مجلس النواب بعد طلب جاء بناء على دعوة من الكتل السياسية. هذا ويعقد الجمهوري مع رؤساء الكتل في البرلمان اجتماعا للتوصل إلى اتفاق بشأن الكابينة الوزارية. كما شهدت جلسة البرلمان الطارئة مشادة كلامية بين نواب من التحالف الكردستاني من جهة، وعالي صيف وهيثم الجمهوري من جهة أخرى. للحديث عن هذا الموضوع انضم معنا عبر الهاتف من مبنى مجلس النواب مفدنا الى هناك الزميل عمر العامري. عمر، بدايه مرحبا بك، صف لنا ما حدث داخل اروقه البرلمان ومتى سيتم التصويت على التغيير الوزاري، تفضل. نعم، تحيه طيبه. قبل ساعه تقريبا من الان رفعت رئاسه مجلس النواب الجلسه الطارئه التي عقدت اليوم بحضور نيابي كبير وأحداث نيابية متسارعة شهدها مجلس النواب. الجلسة رفعت إلى أن يتم حضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كمطلب من النواب المعتصمين من أغلب الكتل السياسية من التحالف الوطني ومن التحالف الكردستاني واتحاد القوى العراقية. الآن مجلس النواب بانتظار قدوم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى مبنى البرلمان لكي يتم مناقشة موضوع إقالة الرئاسات الثلاث بناء على ما قدم من هذا. يدفعنا إلى سؤال عمر، يعني لماذا طلب رئيس البرلمان سليم الجمهوري من رئيس الجمهورية حضور جلسة استثنائية لمجلس النواب؟ نعم، على طبعا هذا جاء كنتيجة لمطالب النواب المعتصمين الموقعين على إقالة رئيس الجمهورية وأيضا رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبالتالي هناك تواقيع جمعت لهذا الموضوع، ما يقارب 171 توقيع جمعت من النواب لإقالة الرئاسات الثلاث. لكن يبدو أن هذا الموضوع انحرف عن مساره بعد أن كانت هناك بعض الكتل حاولت أن تعرقل مسير هذا التقدم والحراك النيابي من خلال زج مشادات كلامية واشتباكات حدثت داخل الجلسة، وبالتالي اضطر رئيس مجلس النواب وفقا للنظام الداخلي في حال حدوث أي مشادات أو لنبقى في هذه المشادات. عمر، يعني تؤكد أن وجود مشادات كلامية وربما بالأيدي إن صح التعبير داخل مجلس النواب، من هي الجهات التي قامت بهذه المشادات الكلامية أو التي وصلت إلى الأيدي؟ نعم، هناك طبعا عقد قبل قليل مؤتمر صحفي حيال هذا الموضوع. معظم النواب تحدثوا عن التحالف الكردستاني، وأيضا هناك نواب من المجلس الأعلى وتحديدا يعني آلاء طلباني عن الاتحاد الوطني الكردستاني وحمدية الحسين عن المجلس الأعلى، هم من أثاروا موضوع كسر اللائحات الخاصة بالنائبات الاثنين، وبالتالي كانت هذه يقولون أنها حجة كانت لإدخال مشادات كلامية في هذا الموضوع وحرق مسار الجلسة عن موضوعها المحدد وهو إقالة الرئاسات الثلاث على.
مفد بلادي الزميل عمر العامري من داخل قبة مجلس النواب، شكرا جزيلا لهذه المعلومات. قال النائب عن التحالف الوطني رشيد الياسري أن طلبا موقعا من 171 نائبا قدم إلى رئاسة البرلمان لحل الرئاسات الثلاث، وذكر الياسري أن عدد النواب الموقعين قابل للارتفاع، وتشهد قاعة مجلس النواب منذ أمس الثلاثاء اعتصام عدد من النواب احتجاجا على تأجيل التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة. إلى ذلك نفى مكتب رئيس مجلس النواب الأنباء عن تقديم رئيس المجلس سليم الجبور استقالته من منصبه، وذكر بيان لرئاسة المجلس أنه لا صحة مطلقا للشائعات التي يطلقها البعض حول تقديم رئيس مجلس النواب استقالته. وعقد البرلمان جلسة طارئة وسط خلاف حاد حول عدم التصويت على التغيير الوزاري أدى إلى دعوة معصوم لحضور الجلسة الطارئة. النائب هيثم الجبوري كشف تعرض النواب المعتصمين إلى ضغوط سياسية وخارجية لغرض التراجع عن اعتصامهم. الجبوري أشار إلى أنه رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس من قبل أطراف سياسية وخارجية، ما زال النواب المعتصمون داخل البرلمان ثابتين على مطالبهم، مبينا وصول عدد النواب إلى العدد الكافي لتنفيذ الأهداف التي يريدها المعتصمون. أيضا للحديث عن آخر تطورات المشهد السياسي وبالتحديد جلسة البرلمان الطارئة، ينضم معنا عبر الهاتف النائب عن كتلة تيار الإصلاح الوطني الأستاذ توفيق الكعبي. سيادة النائب بداية مرحبا بك، ماذا حصل اليوم تحت قبة مجلس النواب، وماذا بشأن مطالبات بإقالة الرئاسات الثلاث؟ تفضل. أحسنت، شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أعضاء مجلس النواب بعدما تشوهت صورتهم أمام الشعب العراقي ولم يأخذ أعضاء مجلس النواب دورهم الحقيقي الذي رشحهم على أساسه الشعب العراقي باعتبارهم ممثلين لهذا الشعب، حيث تعقد كافة الاجتماعات خلف الكواليس وتأتي الأسماء جاهزة إلى أعضاء مجلس النواب للتصويت عليها. انتفضوا أعضاء مجلس النواب ليلة البارحة واعتصموا في مجلس النواب وطلبوا من السيد رئيس مجلس النواب عقد جلسة طارئة اليوم، وتم تنفيذ هذا الأمر وتحقق اليوم. بدأت اليوم حقيقة بعض المناقشات، وطلبوا من السيد رئيس مجلس النواب بأول بداية الأمر أن يكون هو المستهدف كرئيس مجلس النواب هو هيئة الرئاسة للاستقالة أو للتصويت عليه، لأنه لم يقوم بالدور الكامل الذي يطمح له أعضاء مجلس النواب باعتبار هو الممثل عنهم السيد رئيس الوزراء، وخاصة بعدما جاءت الوثيقة موقعة وثيقة الإصلاح وقاموا بإعدادها رؤساء الكتل دون علم مجلس النواب. هذا ما أثار غضب أعضاء مجلس النواب وطلبوا هذه الجلسة. ولكن بعدما بدأت الجلسة اليوم وطلبوا من السيد رئيس مجلس النواب هذه الأمور، بدأت مشادة كلامية من الأخوة من اتحاد الكردستاني بعدما قاموا قسم من النواب بكسر قطع الموثقة عليها أسماءهم في الجلسة باعتبارهم رؤساء الكتل. وكان يتصور كثير من أعضاء مجلس النواب على أنه رؤساء الكتل هم من يديروا الاجتماع خلف الكواليس، فقاموا بخسر هذه القطع. تحدثت السيدة آلاء الطلباني ومن ثم السيدة حميدة الحسيني، وبدأت هنا مشادات كلامية وصلت حتى إلى ضرب في قناني الماء، ومن خلال ذلك تم مغادرة السيد رئيس مجلس النواب قاعة البرلمان. وأعتقد سوف تكون هناك جلسة كما طالب أعضاء مجلس النواب اليوم برئيس مجلس الوزراء بحضور أو استضافة السيد رئيس الجمهورية للتصويت على أو للطلب منه على حل الرئاسات الثلاثة، نعم، لغرض إعطاء المجلس دوره الحقيقي الذي رشح من قبل المواطن العراقي حتى يكون النائب وفعلا النائب يمثل المواطن العراقي بالشكل الصحيح. نعم سيادة النائب، يعني هل ستستمر اعتصامات النواب المطالبين بإلغاء المحاصصة، وما هي مطالبهم بالضبط؟ نعم، سوف تستمر الاعتصامات داخل مجلس النواب وفي قبة قاعة البرلمان، والمطالب هي حل مجلس
هيئة رئاسة مجلس النواب أولا، ومن ثم السيد رئيس مجلس الوزراء، وحتى رئيس الجمهورية، باعتبار الرئاسات الثلاثة يجب حلها، لأنها لم تقم بتنفيذ دورها الحقيقي خلال هذه السنتين المنصرمة، وهذا ما يطلبه كافة أو أغلبية أعضاء مجلس النواب. النائب عن كتلة تيار الإصلاح الوطني النيابية الأستاذ توفيق الكعبي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. تقاطعات وخلافات واعتصامات حصيلة جلسة مجلس النواب التي حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي للتصويت على أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة، ليؤجل التصويت وسط مخاوف من هيمنة مبدأ المحاصصة على المشهد الوزاري الجديد. في جلسة مثيرة للجدل السياسي حيال مشروع التعديل الوزاري، حضر رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مبنى مجلس النواب. اجتماعات مغلقة عقدها العبادي مع رئاسة المجلس وقادة الكتل السياسية قبل دخوله قاعة الجلسات. ساعات من الانتظار النيابي ليعلن دفعة جديدة من المرشحين للتشكيلة الوزارية. معظم أسماء المرشحين من الكتل والأحزاب وجاءت بتوافقات سياسية مع العبادي. الدكتور العبادي قد أرسل كابينة أخرى من السير الذاتية لمجلس النواب، وأعتقد هذا بداية صراع في قبة مجلس النواب، على اعتبار لم يتم حسم موضوع الكابينة السابقة وأتى بكابينة جديدة، واليوم مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب ينتظرون قدوم الدكتور حيدر العبادي حتى يتم مناقشة هذا الموضوع والخروج برؤية واضحة. وعلى الرغم من شمول التشكيلة الوزارية الجديدة مرشحين من قائمة الظرف المغلقة، غير أن عددا كبيرا من النواب قد عبروا عن استيائهم من الشكل الجديد للحكومة المرشحة من العبادية. هنا جاءت التأكيدات أن المحاصصة كانت حاضرة لاختيار المرشحين، الأمر الذي يهدد مصير التصويت عليهم في أروقة مجلس النواب. اختيار كابينة وزارية مستقلة تكنوقراط حقيقي بعيد عن المحاصصة التي لم تجلب على العراق سوى الويلات، وهذا ما يعانيه العراق اليوم من وضع الأمني ووضع الاقتصادي بسبب المحاصصة والكتل السياسية التي لم تعي إلى مصلحة العراق وإنما لمصلحة أحزابها فقط. سلم الأسماء ووزعت على كافة الأعضاء البرلمان، لكن رفضوا مجلس النواب أن تعلن أن يصوت عليها. طالبنا دون جدوى لأن يردون محاصصة، يعني ما بيردون، لازم كل حزب يرشح على شخص، هذا هو السبب الحقيقي وغيره كذب. هذا وأرجأت رئاسة مجلس النواب التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة حتى الخميس المقبل، على أمل دراسة السير الذاتية للمرشحين وحصد مزيد من التوافقات السياسية بين الكتل ورئيس الوزراء. يبدو أن ولادة حكومة جديدة هو أمر عسير للغاية، لا سيما في ظل غياب التوافقات السياسية بين الكتل التي أدت إلى أن يرجع التصويت على الكابينة الوزارية حتى الخميس المقبل. من داخل مجلس النواب، عمر العامري، بلاد الفضائية. وكشفت الوثيقة التي قدمها العبادي بشأن التعديل الوزاري أن التشكيلة الوزارية ضمت 14 وزارة باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع. قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي كابينته الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب وكانت كالتالي: فقد رشح نافع عوسي لوزارة الإعمار، فيما رشح فالح الفياض إلى وزارة الخارجية، أما وزارة التعليم العالي فقد أسندت إلى موسى جواد الموسوي، ووزارة الشباب والرياضة إلى علاء عبد القادر العبادي. هذا ورشح لوزارة النفط جبار علي، ولوزارة النقل علي الأسدي، فيما رشح علاء غني حسين لوزارة الصحة، أما وزارة الموارد المائية فقد رشح لها حسن الجنابي، كما رشح صلاح رشيد محارب إلى وزارة الكهرباء، وأمل سهاب القاضي لوزارة التربية، ورشحت أيضا إلى وزارة التخطيط وفاء جعفر المهداوي، فيما رشح لوزارة العمل نزار ناصر العتابي، وأميد أحمد محمد إلى وزارة التجارة، ومحمد جاسم محمد لوزارة العدل. تباينت آراء الأحزاب الكردية في إقليم كردستان بعد ذهاب وفد الإقليم إلى بغداد
فمنهم وصف تلك الزيارة بالحزبية ولا تمثل سوى موقف الحزب الديمقراطي، ومنهم من رأى أنها تمثل كل الأحزاب الموجودة بالإقليم، كما نقلت لنا رفاه فالح في هذا التقرير. تضاربت آراء الأحزاب الكردية في إقليم كردستان واختلفت مواقفها حول زيارة وفد الإقليم إلى بغداد ولقائه برئيس الوزراء حيدر العبادي وكذلك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حيث وصفت بعض الأحزاب الكردية هذه الزيارة بأنها لا تمثلهم وأن الوفد الذي زار بغداد هو حزبي ويمثل موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط، في ظل غياب أغلب الأحزاب الرئيسية كحزب التغيير والجماعات الإسلامية وغيرها. إذا كان زيارة حزبية فهذا زيارة حزبية من حقهم أن يقوموا بهذه الزيارة سواء كانوا على شكل انفراد أو شكل وفد من الحزبين، أما أنه يعلن أن الوفد يمثل حكومة إقليم كردستان ويمثل كل كردستان ويستبعد الأطراف الأساسية في العملية السياسية من التشاور ومن التحاور، فهذا أعتقد يعني شيء مشين لأهداف الوفد ولا يأتي بنتيجة. نحن لنا ملاحظة بأن الوفود الحكومية التي تذهب إلى بغداد من الأحسن أن تتضمن ممثلين عن الأحزاب الأخرى المشاركة في حكومة إقليم كردستان. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد أشار لأن زيارة وفد الإقليم إلى بغداد تناولت ثلاثة مواضيع مهمة تمثلت بدعم قوات البيشمركة ومشاركتها في تحرير الموصل وكذلك ملف النفط، بالإضافة إلى مطالبة حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم، وأن زيارة تمثل كافة الأحزاب الكردية لأن رئيس الحكومة هو رئيس لكل الأحزاب وليس للحزب الديمقراطي الكردستاني وحده. هذا زيارة تمثيلية على كل الأحزابات السياسية، وهاي زيارة مش بس الأخ نيتشيروان برزاني موجودة والنائب نائب رئيس الحكومة على ثلاثة المواضيعات الأهمة. أول موضوع دعم القوات البيجمركة ومشاركة قوات البيجمركة على تحليل المدينة الموصل وضواحيها، ونقطة ثانية ملف الثانية على مود ملف المال النفط واستخراج القانون النفط في الإقليم، ونقطة الثالثة نقطة دفع الرواتبات الموظفين. يشار لأن زيارة وفد من إقليم كردستان إلى بغداد هذه ليست بالمرة الأولى، بل سبقتها عدة زيارات لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، ألا إنها دائما ما تنتهي دون التوصل إلى حلول ومعالجات للمشاكل. لقناة بلاد الفضائية رفاه فالح السليمانية. بحث الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني وزير الخارجية مع السفير الأمريكي ببغداد ستيوارت جونز العلاقات الثنائية، واستعرض الجانبان مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والجهود المبذولة في الحرب على عصابات داعش الإرهابية وتطور المباحثات الجارية بين القوى السياسية لإنجاز الإصلاحات والتعديل الوزاري، كما بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وحجم المساعدات التي تقدمها أمريكا إلى العراق في عدد من المجالات. أكد الدكتور إبراهيم الجعفري عزم الخارجية العراقية على تعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم من أجل تحقيق المصالح المشتركة على أساس الاحترام المتبادل. الدكتور الجعفري شدد في كلمة بمناسبة تخرج الدورة 27 الدبلوماسية على أهمية أن يجيد الدبلوماسي فن حل المشكلات الدبلوماسية، لأنها ليست عسكرية وإنما هي فن وأداء وحلول للمشكلات. نحن نتطلع منذ زمن أننا نرى دبلوماسية عراقية تضاهي دبلوماسيات العالم، بل تتفوق عليها، ليس من عقدة التميز ولكن من حقيقة أن العراق يمتلك مقومات التفوق في هذا المجال، فينبغي أن يأخذ حصته بفرض نفسه في أروقة العالم. العراق كمنابع متعددة توفرت له فرص ما لم تتأتى لكل دول العالم، هذا ينبغي أن نعرفه، ليس من عقدة التميز عن الآخرين، إنما هذه حقيقة أن العراق يمتلك مقاوم حضاري عريق يمتد آلاف من السنين، 6000 سنة تحديدا. ووصف الدكتور جعفري الدبلوماسية الحالية المتبعة من قبل عدد من الدول بالمزيفة والمشوهة،
لافتا إلى أن الخارجية العراقية عملت وتعمل بشكل واقعي دون تزييف لأواصر وقواعد العلاقات الدبلوماسية. الدبلوماسية التي تطرح اليوم في العالم مشوهة، زيف وكذب. سياسة تعني كذب، اكذب 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 حتى يصدقك الآخرون. هاي نظرية جوبلكس حسنها البعض في القرن العشرين. أحد الأشخاص أتذكر ذكرها أمامي بطريقة مغلفة ولم أكتمه سرا، رفضت هذا المنطق. قال ادعي 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 حتى يصدقك الكلام. كلمة محسنة لنظرية جوبلكس. الدبلوماسي لا يجد نفسه في أزمة نظريات ومفاهيم إذا عزم أن يبقى صادقا. انطلقت في سوريا الانتخابات التشريعية لاختيار 250 عضوا في مجلس الشعب. مراسل بلادي أكد فتح أكثر من 7200 مركز انتخابي أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات ينافس فيها 3500 مرشح. وكانت اللجان القضائية الفرعية للانتخابات في دمشق وبقية المحافظات أعلنت أن كل شخص سوري تجاوز 18 من عمره يحق له الإدلاء بصوته وبموجب هويته الشخصية فقط. وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية السورية بالعاصمة دمشق. وظفوا المراكز أكدوا أن الناخبين أقبلوا مبكرا ومنذ ساعات الصباح الأولى للاقتراع في الانتخابات التشريعية الثانية التي تجري في ظل الحرب على سوريا. الساعة 7 صباحا كان الجميع متواجدين بمراكز الانتخاب، طبعا هاي رئيس اللجنة والأعضاء وجاهزين كلياتنا لاستقبال المواطنين. تم الاستعداد مشان عملية الاقتراع تتم بشكل صحيح وتمام. طبعا استحقاق دستوري، يعني كان في اقبال من الصبح، يعني وقت اللي اجينا في ناس والله انتخبوا، الامور جيده جدا. في الاثناء دعا المواطنون السوريون في حي باب توما المرشحين الجدد في الانتخابات التشريعيه الى العمل على تحسين الاوضاع الاقتصاديه في البلاد. المواطنون طلبوا المرشحين بإعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى الوطن وتأمين المرافق السياسية للحياة والحد من ارتفاع الأسعار المعيشية. طبعا أهم شغلة الوضع المعيشي، لأن يعني الوضع صار سيء كتير والموظف ما عم يحسن يكفي إلى آخر الشهر، وحتى الأعمال الحرة ما عاد اشتغلت مزبوط. نتمنى أنه يشتغلوا على هالواقع هذا. بطلب المرشحين يزبطوا لنا الكهرباء إذا بيقدروا، ينفذوا طلباتنا. شو بدنا يعني؟ بس إنه ما بدنا شيء غير نحن نعيش بأمان. هن طبعا ما بعرف إذا بيقدروا يحققوا هذا الشيء. تأتي الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب السوري في مرحلة حساسة تمر بها سوريا وبالتحديد الأمنية منها. أهمية الانتخابات جاءت كون مجلس الشعب يمثل سلطة تشريعية ورقابية مهمة في البلاد. انتخابات مجلس الشعب في سوريا 13 من نيسان 2016 يمثل السلطة التشريعية في البلاد، وللمجلس إقرار الموازنة العامة، تصديق المعاهدات الخارجية، له سلطة رقابية على الحكومة من خلال مساءلة الوزراء وحجب الثقة عن الحكومة برمتها. آخر انتخابات للمجلس شهدتها البلاد كانت الانتخابات التشريعية عام 2012. بلغ عدد مراكز الاقتراع فيها 12,000 مركز، وعدد الناخبين 14,800,000 ناخب. انتخابات المجلس هي ثاني انتخابات في سوريا بعد اندلاع الأزمة عام 2011، وثاني انتخابات تشريعية ستجري بعد إقرار الدستور الجديد الذي كفل التعددية السياسية.
يقدر عدد سكان سوريا بنحو 26 مليون مواطن، منهم نحو 22 مليون نسمة داخل الأراضي السورية وحوالي 4 ملايين نسمة خارج الأراضي السورية. عدد أعضاء مجلس الشعب في سوريا 250 عضوا يتوزعون على 14 دائرة انتخابية. أما بالنسبة للمحافظات في المناطق الساخنة، يمكن الترشح في المحافظات القريبة أو في أي محافظة يقيم فيها المرشح. تنطلق اليوم جولة جديدة من محادثات جنيف بين وفدي الحكومة والمعارضة في سوريا للتوصل لآلية حل سياسي تنهي الحرب الدائرة في البلاد منذ 5 سنوات. وتنطلق الجولة الأولى للمفاوضات وسط توقعات بجلوس الأطراف المتناحرة للمرة الأولى على طاولة واحدة. وتبدأ المحادثات عقب الجولة المكوكية التي قام بها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ما بين روسيا وسوريا وإيران وعمان لدفع جميع الأطراف نحو الحل السياسي. إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان دعم بلاده للمساعي الدولية التي تهدف لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. عبداللهيان بمؤتمر صحفي مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا قال إن المباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين دخلت في مرحلة جديدة. المباحثات بين الحكومة السورية والمعارضة دخلت مرحلة جديدة. تباحثنا حول أمور مهمة مع السيد دي ميستورا. هناك هواجس تشوب العملية السياسية في سوريا طرحها الضيف الأممي، أهمها تصاعد الضربات من قبل المجاميع الإرهابية والمسلحة في الآونة الأخيرة، ويعتبر خرقا واضحا للهدنة. ووقف إطلاق النار من شأنه أن يؤثر سلبا على التسوية السياسية في سوريا. نحن نشكر مساعي السيد دي ميستورا وندعمه كما ندعم المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. نأمل بأن كل الأطراف الإقليمية والدولية يخطو بخطوات فاعلة وجادة لمواجهة حقيقة الإرهاب ولتعزيز الحلول السياسية في سوريا. من جانبه، أشاد المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا بالجهود التي تقوم بها إيران لإنهاء الأزمة السياسية في سوريا، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة مستقبل محادثات السلام السورية مع الجانب الإيراني والاتفاق على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين. ما ناقشناه من الجانب الإيراني هو مستقبل محادثات السلام السورية والتي تجري بين الأطراف السورية أن تكون فعالة، وما نتفق على أهميته أيضا هو أن تستمر عملية إزاحة العداوات وأن تصل المساعدات الإنسانية لكل سوريا تقريبا. وأخيرا، أن العملية السياسية التي يراد منها أن تصل إلى تحول سياسي، وهي الآن تحقق أهدافها بشكل ساحق. وأود أن أشيد بالطرف الإيراني والذي كان له دور فعال، حيث كان يوفر لي الكثير من النصائح والتي استخدمناها وسنستمر باستخدامها في المحادثات مستقبلا. ميدانيا، شن الجيش السوري وبمساندة المقاومة الإسلامية عملية عسكرية واسعة ضد العصابات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي. مصدر عسكري أكد أن الجيش والمقاومة تمكنوا من قتل عشرات الإرهابيين بقصف صاروخي استهدف مواقع في العيس ومحيط خان طومان في ريف حلب الجنوبي، وتدمير عدد من الآليات التابعة للعناصر الإجرامية خلال العملية.
بالعودة إلى الشأن المحلي، أعلنت فرقة العباس القتالية توقف عمليات تحرير قرية بشير جنوب غرب كركوك نتيجة سوء الأحوال الجوية. مسؤول الإعلام في الفرقة محمد الصواف أكد أن معارك تحرير قرية بشير لا تزال متوقفة بسبب غزارة الأمطار التي عاقت حركة العجلة العسكرية، فيما تعرضت ناحية تازة إلى قصف صاروخي من قبل عصابات داعش الإرهابية التي استغلت سوء الأحوال الجوية. المشرف على فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي أعلن نجاح المرحلة الأولى من عملية تطهير قرية بشير من عصابات داعش الإرهابية، وأكد الزيدي بتصريح لقناة بلاد الفضائية تحرير منطقتي المزرعة وألب مفرج وقطع إمداد عصابات داعش الإرهابية في القرية. أكملنا يوم أمس المرحلة الأولى من هذه العملية بنجاح الحمد لله، وصلت القطاعات إلى أهدافها المرسومة لها. الهدف العام هو تضييق الخناق على المجامع الإرهابية الموجودة في ناحية البشير. الحمد لله احنا نجحنا في نسبة كبيرة من قطع خطوط الإمداد للعدو. يوم أمس تم تحطيم يعني السواتر الأمامية للعدو والدخول عليه، تحطيم البنى التحتية، تحطيم العديد من المفخخات والعبوات الناسفة. أبين أن عدد قتلى الدواعش يوم أمس كان أكثر من 75 قتيل، هذه إحصائية أولية. أنا أتوقع أكثر 150 جريح لديهم، الملعون أبو ذيبة وغيره قتلوا. لعله هذه خامس مرة إحنا نهيكل يعني قيادات داعش في البشير. في الأنبار تمكنت القوات الأمنية من قتل انتحاريين وتدمير عجلة ملغمة وزورق في قضائه تغرب الرمادي. قائد عمليات الأنبار لواء الركن إسماعيل المحلاوي أكد أن قوة من الفوج الثالث التابع للواء 73 دمرت عجلة ملغمة يقودها انتحاري في منطقته القديمة، كما تم تدمير زورق تابع لداعش وقتل ثلاثة إرهابيين في نهر الفرات شمال شرق مدينة هيت. مع استمرار عملية تحرير قضائه تمكنت القوات الأمنية من سحق ما يسمى بكتيبة الغرباء التابعة لعصابة داعش الإرهابية التي تحاول عرقلة تقدم القطاعات العسكرية، بالإضافة إلى تطهير أحياء شاسعة بالقضاء تضم العديد من الدوائر الحكومية. محمد الشمري. تتواصل الانتصارات الميدانية التي تحققها الأجهزة الأمنية المتمثلة بقوات جهاز مكافحة الإرهاب في قضائه غربي الأنبار، حيث تمكنت من تحرير مناطق عديدة ذات مساحات شاسعة تضم العديد من الدوائر الحكومية والخدمية. حاليا تتواجد قطاعاتنا والقطاعات الساندة بالقرب من مستشفى هيت العام، تم تحريرها بشكل كامل من قبل قطاعاتنا. تم تحرير 4 أحياء من قضاء هيت اللي هو حي شري، بالإضافة إلى حي القادسية وكذلك حي العمال، وإن شاء الله تقدم مستمر باتجاه حي الجمعية، وإحنا حاليا على مشارف حي الجمعية اللي يعتبر آخر معقل من معاقل داعش في قضاء هيت. مفارز القنص في هذه المعركة لها دور حاسم في تأمين تقدم الوحدات العسكرية من خلال استهدافها لمجامع داعش التكتيكية التي تحاول إعاقة وعرقلة تقدم القوات الاقتحامية. إحنا كقناصين نقوم يعني بتأمين القطاعات عند التقدم، نقوم بتأمين يعني الغطاء، يعني نأمن لهم جماعة من عند التقدم، وخاف يعني تصير أي حركة للدواعش انتم معالجتهم بالفور، وعالجنا يعني أكثر من شخصين ثلاثة لحد هذه اللحظة. أسفرت العمليات العسكرية عن تدمير أقوى كتيبة لتنظيم داعش التي تكنى بكتيبة الغرباء. زجوا أقوى عناصرهم بهاي المعركة كتيبة متمثلة بكتيبة الغرباء، اللي هاي الكتيبة متمثلة قوة اقتحامية شرسة لاقي تدريبات قوية، مثل ما شفنا صحيح أول دخولنا المنطقة لقينا صعوبة، عجلات مفخخة، انتحاريين، ذولا يعني عرب. هسه هذا شيشاني ما أدري تونسي، والحمد لله والشكر سيطرنا عليهم، وهاي ما بقى بهيت غير كيلو متر واحد. وستتجه القوات الأمنية بعد إكمال تحرير قضاء هيت وتثبيت الاستقرار به إلى قضاء الرطبة قرب الحدود الأردنية وفق مصادر عسكرية. من محافظة الأنبار، محمد الشمري، قناة بلاد الفضائية. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل.
أنصار الله يراقبون خرقا للهدنة ومخاوف سعودية من انفراط عهدها مع أبو ظبي ضد اليمن. من جديد أهلا بكم. أعلن الناطق الرسمي لحركة أنصار الله محمد عبد السلام تشكيل لجان محلية لمراقبة وقف إطلاق النار في 6 محافظات يمنية، وأكد عبد السلام أن مهمة اللجان المشكلة تتمثل بالإشراف على وقف إطلاق النار في محاور القتال كافة والامتناع عن أشكال الأعمال العسكرية، إضافة إلى فتح الطرقات والتنسيق مع الأمم المتحدة فيما يخص المساعدات الإنسانية والبدء بتشكيل لجنة مركزية لمعالجة ملف الأسرى. أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تقدم فاشلة للعناصر الإرهابية في محافظة مأرب وسط البلاد. مصادر عسكرية أوضحت أن الجيش واللجان قتلوا عددا من مرتزقة العدوان السعودي باشتباكات في مديرية نهم في الأطراف الغربية للمحافظة، مشيرا إلى أن العصابات الإجرامية خرقت بفعلتها هذه هدنة وقف إطلاق النار بعد 2 من إعلانها. حاولوا اليوم الزحف علينا وقد هو سادس زحف، وتم دحرهم بقوة الله وبقوة الجيش واللجان الشعبية، وسنصمد وسنثبت. تزول الجبال ولن نزل. كانوا المرتزقه ناوين ان يزحفوا، حنزحفن ها، وباذن الله كسرنا الزحف. اذا ما عاتبوا بخير، نحن مستعدين لام حتى نحاربهم بالجار. كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد ان زياره وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان الى ابو ظبي تاتي بهدف امتصاص مشكله كبيره بين البلدين. أضاف مجتهد أن الزيارة تأتي من أجل التفاهم مباشرة مع أمير الإمارات خليفة بن زايد على نقطتين هامتين توشكان أن تدمر الخطة السعودية في اليمن. وكانت أنباء صحفية خليجية أفادت بتبني بن زايد أنصار الله الحوثيين علنا واستضافتهم في أبو ظبي والسماح لهم بالتصوير مع مسؤولين إماراتيين دون أي تنسيق مع بن سلمان. قتل وأصيب نحو 60 تركيا بينهم عسكريون ومدنيون بانفجار سيارة ملغمة جنوب شرقي تركيا. مصادر مطلعة قالت إن سهريجا ملغما استهدف مركزا عسكريا متقدما في قضاء هاني بمحافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا، ما أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة العشرات. أضاف المصدر أن عمليات تمشيط واسعة بدأت بعد هذا الحادث. هذا واتهمت السلطات المحلية مقاتلي حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء التفجير. استشهد مسؤول أمني في من حركة فتح الفلسطينية بتفجير سيارته في مدينة صيدا جنوب لبنان. مصدر أمني قال إن عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة المسؤول الأمني لحركة فتح زيدان قبل وصوله مخيم عين الحلوة شرق مدينة صيدا، واضحا أن الانفجار ألحق أضرارا كبيرة بسيارة مرة من ذلك المكان. بعد نجاحها بإفشال العملية الانتحارية التي كان يعد لها عناصر داعش الإرهابي في لبنان، كشف الأمن اللبناني هوية أفراد الشبكة التي تتكون من 5 أشخاص، وبدأ عملهم من مدينة رقة السورية، وهدفهم تجنيد قاصرين وانتحاريين لاستخدامهم بالداخل اللبناني. داعش يبني إرهابيه في مدارس دينية وهمية في لبنان، إنها الشبكة الإرهابية التي ألقى الأمن العام القبض عليها في الشمال. يكشف مصدر أمني أن استدراجا أمنيا دقيقا أوقع بالمدعو بكر مهدي سيف في قبضة الأمن العام. بكر هو الموقوف سابقا لنشاط متشدد، اعترف بانتمائه الإرهابي ومخططاته وبمن يعمل معه في الشبكة، فتم توقيف كل من خالد خاء، سليمان ميم، أحمد ميم، والسوري مهند جيم.
لكن المصدر الأمني نفسه يؤكد أن أفراد الشبكة هم أكثر من الخمسة الموقوفين، وأن بينهم من هو في دائرة الرصد والمراقبة حاليا. ويسهب المصدر بالحديث عن نوع الخطر الذي تمثله هذه الشبكة، وذلك بالحديث عن أهدافها: تجنيد قاصرين وانتحاريين لاستخدامهم في الداخل اللبناني وحتى في الخارج لصالح تنظيم داعش. لكن كيف كانت تعمل هذه الشبكة؟ من الرقة السورية كان الداعشي اللبناني عمر الصاتم يديرها، وكان بكر ورفاقه يلعبون دور الاستقطاب لقاصرين تتراوح أعمارهم من 9 سنوات وحتى 13، بحجة إخضاعهم لدورات تثقيفية وبستار مدرسة دينية في جامعين، واحد في محلة وادي النحل وآخر في منطقة المنكوبين الشماليتين، وذلك تمهيدا لإرسال بعضهم للقتال مع داعش أو الانتحار خارجا، والإبقاء على البعض الآخر لاستخدام داخلي. هذا النشاط الإرهابي لداعش كان يفترض أن يترجم عملية انتحارية أحبطها الأمن العام بعدما ألقى القبض منذ شهر تقريبا على سوري مقدام فاء في عكار، فاعترف بأنه كان ينتظر تحديد الهدف وساعة الصفر من مديره عمر الصاتم. وتردف المصادر أن مقدام زار جرود عرسال أكثر من مرة ورصد في أكروم شمالا كذلك، وأهله كان يعتريهم الخوف من نشاطه الإرهابي. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إن أمريكا تعيق تنفيذ الاتفاق النووي وتمارس الضغوط على الدول الأخرى لمنعها من التواصل مع إيران. وأكد قائد الثورة الإسلامية أن أمريكا تقدم الدعم المالي والتسليحي للجماعات الإرهابية، مضيفا أن هناك العديد من الوثائق والأدلة التي تشير إلى التورط الأمريكي في دعم تنظيم داعش الإرهابي. من جانبه قال رئيس الوزراء الإيطالي إن هناك مؤامرات تحاك خلف الستار تعمل على إيقاعة وإعاقة العمل الثقافي للتصدي لظاهرة الإرهاب. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تواصل دعمها جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. روحاني لدى لقاء نظيره الإيطالي ماتيو رينزي أعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع باقي الدول لإيصال مساعدات إلى سوريا واليمن. مشاكل الدول المنطقة ومن ضمنها أفغانستان واليمن والعراق وسوريا ولبنان وليبيا هي كانت من ضمن الأمور الأخرى التي تم التناقش حولها والاتفاق حول التنسيق الأكثر بهدف حل مشاكل المنطقة، إلى جانب استعداد الطرفين لمكافحة الإرهاب والأمور الإنسانية التي هي تأتي كمساعدات إنسانية، والمساعدات الإنسانية التي تقدم إلى سوريا واليمن التي يجب أن تقدم، وخاصة أولئك المشردون. من جانبها أشاد الرئيس الإيطالي بالتزام إيران بفقرات الاتفاق النووي، داعيا إلى مزيد من التعاون بين إيران وإيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب. أن تشكيل الاتفاق النووي هو قد اعتمد على الثقة المتقابلة والثقة المتبادلة على المستوى العالمي، وإيجاد الأجواء اللازمة لرفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك في المجالات العديدة، وخاصة في المجال الاقتصادي والتقني، ولأننا نؤمن بأن من خلال هكذا علاقات وثقة متبادلة يمكن أن نبني علاقاتنا الاقتصادية على أرضية صلبة. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لم تفرط في حقوقها عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مؤكدا أن الجزر التي اقتطعت من الأراضي المصرية هي من حق السعوديين. احنا لا بنبيع أرضنا لحد، بس خلي بالكم وكمان ما بناخدش ارض حد. مهم اول حكايه ديت، انت ما بتديش ارضك لحد، احنا ما بنديش ارضنا لحد، وكمان احنا ما بناخدش حق حد، ما بناخدش حق حد، وده امر لازم احنا كلنا
نتوقف قدامه. احنا ما فرطناش في حق لينا ودينا حق الناس لهم. هقول تاني جملة واحدة، مصر لم تفرط أبدا في ذرة رمل من حقوقها وأعطتها للآخرين أو للسعودية. وبعيدا عن السياسة نأخذكم إلى جولة من الأخبار الرياضية مع الكابتن عماد. مرحبا بك يا عماد. أهلا يا علاء، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدي الكرام، وجولة سريعة من الأخبار الرياضية بعد الفاصل. أهلا بكم، والبداية من إسبانيا، حيث قاد دولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للعودة من بعيد وتأهل للمربع الذهبي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 27 بعد فوز ملحمي على ضيفه فولفسبورغ الألماني بثلاثية نظيفة في إياب الدور ربع النهائي من الشامبيونز ليج. سجل رونالدو الهاتريك 37 في تاريخه والخامس بدوري الأبطال في الدقائق 16 و17 و77، وبهذه النتيجة عوض الريال خسارته في مباراة الذهاب على ملعب فولفسباجن أرينا بهدفين نظيفين ليفوز في مجموع المباراتين. وفي مباراة ثانية وصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مغامرته الأوروبية بالفوز على ضيف باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب الاتحاد بإياب دور ربع النهائي من مسابقة دور أبطال أوروبا. وسجل هدف اللقاء الوحيد الدولي البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 76 ليؤكد تأهل مانشستر سيتي للدور قبل النهائي لأول مرة في تاريخه، بعدما تعادل الفريقان ذهابا بهدفين لكل منهما في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء الماضي. ويستقبل أتلتيكو مدريد ضيفه برشلونة مساء اليوم ضمن إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دور أبطال أوروبا لكرة القدم في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب الفيسنتي كالديرون. ويدخل برشلونة هذه المباراة بأفضلية الفوز ذهابا بهدفين لهدف.